عايز ورقة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. زي ما عودناكم دايما، برنامج همسة مواطن هو صوت المواطن لدى المسؤول. دايما بنتواصل مع المسؤولين، بنناقش قضاياكم حتى نصل وإياكم لحلول في برنامج همسة مواطن. أنا النهاردة معايا ضيف عزيز عليكم، ضيف مشهور بخفة دمه، معروف بالفلاح الفصيح، مشهور جدا على السوشيال ميديا بالفيديوهات الكوميدية اللي بيعملها، أحيانا فيها فيديوهات بتعبر عن الواقع. النهاردة برحب بضيفي وضيفكم الحاج عيسى الفلاح. أهلا بك يا حاج عيسى. يا مرحبا أستاذ أشرف، الله يحفظك. زي الحال؟ الحمد لله يا حاج عيسى، منور قناة الصحة والجمال. الله يخليك. وأنت طبعا شرف لينا تواجدك معانا في برنامج أمس مواطن. نطلع من منبر حضرتك كده ونقول تحية خاصة للمؤسسة العسكرية المصرية، القوة الخارقة في منطقة الشرق الأوسط، وتحية خاصة لرجال الأمن اللي ما يلاحقوا الحرامية والبلطجية ومثير الشغب وأوجدوا الأمن في الشرع المصري، وتحية خاصة للشعب المصري الفاهم الواعي الذي وقف جنب مصر في جميع أزماتها. وطبعا بنهني برضه اخواتنا المسيحيين الاقباط، طبعا ما لسه قاعد اسبوع، لا لا ايام قليله وبيحتفلوا بعيدهم. كل عام وهم بخير. كل عام وهم بخير شركاء الوطن. عم عيسى، طبعا النهارده حلقتنا هتدور حوالين مشاكل الفلاح المصري، وعندنا مشكله كبيره جدا الا وهي مشكله زراعه القطن. والله الفلاح المصري زمان كان هو اسمه الفلاح المصري. الملك فؤاد حط صورة الفلاح على الجنيه لأنه هو عصب الحياة في مصر. الفلاح المصري كان مسل في بريطانيا اللي هي اسمها بريطانيا العظمى. كان طبعا لما نبعت قطن اسمه الذهب الأبيض، احنا لنا فلوس عند بريطانيا دلوقتي من فلوس القطن ده. مصر كانت الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الزراعة. النهارده طبعا أما يجينا تجاوي مضروبة، وما يدينا طبعا مبيدات مضروبة، ما نعرفش مين اللي مدخلها البلد. احنا ما نشد الحكومة ونشد الرقابة الادارية في الدولة ان دي الحالة دي ما تخشش مصر، لان دي فساد ويجيب مرض ويجيب فشل كلوي. طيب هل يا عم عيسى، يعني الموضوع ده بيخليني اسأل حضرتك سؤال، هل في السابق كنت التقاوي دي بتستورد التقاوي من بره، ولا كانت التقاوي بتاعتك دايما الفلاح كان بيكسر؟ والله ما يكسرها من البيت جمح، اما يكسروا من البيت يبقى تجاوي مكسوره. فول النهارده زراعه الفول انقرضت، والنهارده اغلبيه الشعب لما يفطر فول وطعميه في الصبح اتقرضت زراعه الفول. زراعه الفول البلدي كانت شايله عبء كبير قوي عن الثروه الحيوانيه، لان الفول البلدي كله بروتين. النهارده ما تاكل فول في الصبح ملوش لازمة، حصو أو حاجة طبعا أما يعملوا لها مادة عشان يستوى بسرعة، فول أي كلام. والنهاردة الزراعة طبعا ضعيفة، الجمح ده هيطلع على 600 جنيه 650 جنيه قليل على الفلاح. النهاردة الفلاح المصري أما ينتظر 6 شهور علشان الزرع بتاعه يبيعه. شوف بقى هو ما يصرف وبيته ما يصرف وولاده ما يصرفوا وخصوصا كمان موضوع اللي مفيش دعم. وطبعا كل فلاحين مصر الاسمده ده الفلاحين بيشتكوا من غلو الاسمده. هي الاسمده غاليه، بس هو الفلاح عايز زراعه تعاقديه مع الحكومه زي زراعه البندر. اشمعنى البندر بس؟ محصول البندر اللي الحكومه بتعقد عليه، لا ما يكونش في زراعه تعاقديه. اذا يعني فين دور التعاونات الزراعيه او دور الجمعيات الزراعيه اللي دايما زراعه، نرجع لزراعه الحوض اللي كان بيتفرد فيه يا رجل. زراعه القطن المصري على الحوض ده يزرع كذا والحوض ده يزرع كذا، مفيش كده خلاص. النهارده يا راجل اغلبيه الطرع انسدت، الطرع اللي احنا بنسقي منها انسدت. فين دور الري؟ دور الري مين؟ النهارده في كتير فساد كتير والحكومة عايزة تلاحقه. أما تقول يا شعب امسك لنا أي مسؤول عنده فساد وإحنا نقضيه. النهاردة تلاقي
ممكن واحد يسرق فلوس ويطلع على الخارج من بنك، ممكن واحد طبعا ياخد رشوه. في عندك تكافل وكرامه للفلاح المصري اتقطعت. في ناس قطعوا اساميها مش لما تاخد العجزه، مش لما تاخد تكافل وكرامه. موضوع فعلا مع ان الريس الفيز بتاع تكافل وكرامه، مشروع تكافل وكرامه ده احنا بالنسبه لنا كبرنامج اجتماعي بتتواصل معانا ناس كتيره في حاجتين، هم اهم حاجتين. فئه كذيبه يا استاذ اشرف، الفيزا يقول لك الحاج عيسى عنده مثلا عربيه، وكمان الاستاذ اشرف عنده 5 فرادين وهو ما عندوش. اما يقولوا كلام علشان يتمسح الاسم بتاعه من مشروع تكافل وكرامه. وكمان موضوع كمان الناس اللي اتشالت اساميها من بطاقه التموين، وسمعنا وعود من السيد وزير التموين ان في خلال الفتره الماضيه هيتم نزول 1,500,000 اللي هم اتحذفوا من بطايق التموين. قول للشباب النهارده روح ازرع. انا عندك هو الفلاح بصراحه عندك 1.5 مليون الفلاح المصري حد يعني راضي يروح يزرع؟ مش عايز يروح شبه ميت الفلاح المصري. انا مش بتاع زراعه. طيب مش المفروض الفلاح المصري ده يكون له يعني تامين صحي او نعيد يتعالج؟ المفروض ان الفلاح المصري انا سمعت ان في سن قانون بان في تامين صحي للفلاح، ولكن دور الجمعيات الزراعيه ايه اللي هي يعني هو بصراحه مش الجمعيات الزراعيه ممكن انا ليا سماد واروح اجيبه انا جيت بقى او خدوه. طب السماد بتاعي فا تعالى بكره لما تزهق ما تلاقيش سماد. طب فا دور الرقابه على الناس دي. كل الجمعيات الزراعيه النهارده الدولة بدأت تتجه اتجاه ان النهارده احنا شايفين استصلاح اراضي من خلال الدولة نفسها، والسيد الرئيس في مش عامل مشاريع في الدولة عملاقة. عندك شبكة طرق؟ لا ده انت عندك بقى جميع المحليات في طرق مكسرة. واي حد بنرحب بالمستثمرين ان هم يدخلوا في الحاجات اللي بيستصلحها الجيش، سواء او اللي بيعملها الجيش، سواء الثروة الحيوانية او الثروة الزراعية. عم إيسى، بالنسبة لموضوع القطن، الفلاح السنة دي لما زرع القطن للأسف السعر اللي اتحط سعر يجعل الفلاح يخسر. وفي ناس والحكومة مرضتش تاخد منه قطن. في ناس عملت ولحف وحط السعر، قال لك وعملت مراتب حسب البورصة العالمية. يعني هو الفلاح هيسرق يا راجل؟ ده في شباب ولاد الفلاحين اللي أغلبية جاب توك توك عشان يعمل دخل كل يوم. لو متزوج ده كمان مش لازمه يتقوت هو وأهل بيته. كمان الثروة الحيوانية، نزول الثروة الحيوانية بالنسبة للفلاح بيعاني بطريقة غير عادية. ناس هابط كتير، الثروة الحيوانية هابطت وناس خسرت كتير. احنا ما نزعلش لو كل حاجة في الدولة رخيصة مثل منتج الفلاح، دي ما يزعلش. ولكن هنا الفلاح بيقول لك منتج الفلاح بس هو اللي نزل الطين. الفلاح بيقول لك طيب انا النهارده هربي، طب ما انا العلف غالي. انا عايز اواكب السوق وعايز الاسعار تنزل، لكن انت لا النهارده لا ما حدش راضي يناقش القضيه بتاع الفلاح غير شغالين على الفيسبوك. الاعلام بتديها لي تنزل صور عالية وتنزل بوستات ورايه كافيه ومش رايه كافيه، ولا حصل في شرق المتوسط، اللي حصل في شرق المتوسط ناس ما بتقدرش تعمل حاجه. مصر مؤمنة تماما. مصر النهاردة عندها قوة خارقة في منطقة الشرق الأوسط، وإحنا في دعم للعرب كلها، وكله ده عشان جري على سلك النفط. ما حدش يقدر. ده مصر متفقة دوليا ومتفقة في الأمم المتحدة وقبرص واليونان. ما ينفعش، ما حدش يقدر يلعب بأمن مصر. إن شاء الله مشكلة ليبيا تتحل بإذن الله، والأطراف المنازعة كل المشاكل هتتحل. المشاكل إحنا عندنا جوه يعني أمن ليبيا وأمن السودان زي ما قال سيادة الرئيس، إن من أمن مصر من أمن وأمن الدول العربية اللي ساندت مصر في محنتها. عندنا كل أمن مصر من أمن الدول العربية. إحنا عندنا كل الثقة في القيادة السياسية وفي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله الأمور دي تتحل بإذن الله على طاولة المفاوضات. أنا بس مطالب الحكومة وطالب الرئيس، الشعب المصري انتخبه مرتين ووقف جنب البلد وسندها في محنتها، المفروض بقى ناخد نجي نظرة على الفلاح. الفلاح نشوف المصري. الفلاح ده ناقصه. انت تيجي في عصب البلد وتكسره، ده عصب البلد. الفلاح المصري ده هو عصب البلد.
منتج للحوم ومنتج للألبان ومنتج للزراعة ومش قادر يجيب جلابية يلبسها. عمي راح في 60 داهية. وده طبعا وده طبعا من اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله التكليف الوزير ان شاء الله وزير الزراعه الجديد جاي ان شاء الله بتكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفلاح المصري، ان شاء الله يبقى فيه دعم. وانا بطالب الحكومه مفيش يعني تصدير لجميع الاعلاف في الخارج. طب ما احنا عاوزين الاعلاف هنا عندنا. طب ايه الحل يا عم ايه؟ البرسيم الحجازي نقدر البرسيم الحجازي اما نقدر نحل الزرع بمئات الفدادين وما يسافر على بره. لو سمحت يا عم عيسى، طيب مشكله الاعلاف دي نقدر نحلها ازاي بما انك راجل فلاح؟ لان احنا طبعا بنستورد، مصر بتستورد كميه كبيره من الاعلاف. طيب ايه الفكره او البديل اللي احنا نقدر الفكره؟ ينزرع الحوض، ارض على بعضيها دي ذره، ارض على بعضيها دي برسيم، ارض على بعضيها دي قمح، بحيث ان تقدر يعني توفر سلاج وتوفر برسيم حجازي وتوفر تبن وبتاع القمح ده، ما نروحش نصدره بره، نصدر الحاجات دي بره واحنا المواشي بتاعتنا نازله صفر. احنا ما نزعلش ان كيلو اللحم يبقى ب 100 جنيه، ده وصل 160 و170، النهارده كيلو اللحم ب 80 وب 90 وب 100، دي ما يزعلش حد. لا بس هو بص، الدوله اتجاه الدوله ان يبقى فيه نزول للاسعار، لان الاسعار ارتفعت مره واحده وبدا المواطن العادي ونفسه الفلاح نفسه يشتكي، ففي اتجاه للدوله بخفض جميع انواع السلع الفلاح الغذائيه. عايز يرتاح الفلاح، غير متاح لاي حد، غير مش قادر يسمع، تعبان، اما يطلع لغايه الصبح يجي المغرب ممكن ينام. طيب كده فين دور زي ما هو. فين دور نقابة الفلاحين من الفلاح؟ مش مهنية. نقابة الفلاحين مش مهنية. أنا أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقابة الفلاحين تكون نقابة مهنية يا رئيس محمد العقاري. هو دلوقتي في نزاع فعلا ما بين مش مهنية. ما بين نقابة مش مهنية. المفروض نقابة إن الحكومة تخلي النقابة دي مهنية. لا عايزين. علشان لما يجي مبيدات من الخارج تكون تحت اشراف. يبقى احنا بنطالب السيد وزير الزراعه. أيوة. بنطالب السيد وزير الزراعه باجراء انتخابات فوريه لنقابه الفلاحين، عشان يبقى الفلاح له نقابه تقدر تتكلم باسمه وتدافع عنه، لان احنا دلوقتي شايفين تشتت ما بين نقابتين. اما يعبوا الذره ويروحوا يجيبوا اكياس من الشركه ان هي شركه الغربله وورق ويحطوه في قلب الذره ان ده، ويروحوا مخيطينه بمكنه مكد بمغزل الجزم يخاطوه بها، ده جاي من الشركه. شركه مين؟ ده معبي في البيت اراخي لما يجيله صدى، الزرع لما يجيله صدى من الفساد ده. يعني انت بتطالب بيكون في رقابه صارمه. أيوة. من وزاره الزراعه من أيوة. خلال الجمعيات والتعاونات الزراعيه. الرئيس لما يتكلم، الرئيس لما يتكلم ووزير الزراعه مش ينفذ، مفيش تنفيذ، مفيش مكنه في اي جمعيه زراعيه اما تساعد الفلاح ولا ما تدعمه. مفيش الاستصلاح الزراعي كان فيه دايما، مفيش مكنه معدات الاستصلاح الزراعي. تروح تعرض فدان الجرار الخاص يقول لك عايز 600، يا حول الله. طب اجيب لك من ابيع الارض. هو ان شاء الله يعني اغلبيه الفلاحين النهارده اما تبيع الارض وتشيل الفلوس في البنك. ان شاء الله يا عم عيسى وزير الزراعه الحالي ان شاء الله جاي بتكلفات من السيد رئيس الجمهوريه بدعم الفلاح المصري. ولكن احنا طبعا السيد الوزير ما كملش حوالي 20 يوم في الوزاره، احنا مجموعه المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها نتمنى ان هي توصل للسيد وزير الزراعه ويكون في حلول عاجله لمشاكل الفلاح المصري ويكون في حلول بديله. ورساله لاخواتنا واولادنا الشباب الحاضر والغايب في الخليج، ما تخافش على مصر، مصر مؤمنة تماما، ما حدش يشغل باله كمان، كل واحد يخليه في مصلحته. أنا بناشد السيد وزير الزراعة، إحنا الدولة فقدت كمية أراضي كبيرة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية. أنا بوجه نداء للسيد وزير الزراعة، خلاص الأرض الزراعية اللي اتبنى عليها واتثبت خرسانة ما عادتش هتنفع تاني. الدولة تاخد تغرم الناس اللي بنت،
لان اللي بنى ده خلاص. وفي وفي حاجه اكبر من دي اللي بنى. لكن انا يا بعد اذنك يا عم قيس انا بوجه ده للسيد الوزير. احنا عايزين السيد وزير الزراعه الناس اللي بنت وخاصه ما قبل 2016 2017 يتم تقنين الوضع ليهم ويتاخد على المتر ولو 300 جنيه عشان ياخد رخصه مباني. وتعالى تاني في حاجه. والفلوس دي يا عم عيسى ثانيه لو سمحت يا عم عيسى، والفلوس دي تتحط في صندوق ويتم استصلاح بيها اراضي زراعيه تتعطي للشباب الخريجين. انا النهارده عندي شاب خريج سوق العمل بالنسبه او الوظائف الحكوميه خلاص، النهارده انا عايز شاب اتخرج بديله مشروع ولو يكن. كان عندنا في السابق قبل كده بيتم توزيع 3 أفدنة أو 4 أفدنة موجودة عليهم الري بمنزل 100 متر. يا ريت يبقى خلال احنا بنناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الزراعة يبقى في مبادرة باستصلاح كمية أراضي من خلال اللي هيتلم من فلوس التعديات الأراضي الزراعية ما قبل 2017. احنا عارفين دلوقتي على فكرة الموضوع ده عامل يعني عامل عبء كبير قوي على مؤسسة القضاء. هو العبء الكبير جوه اللي عامله الموضوع ده. الاستاذ اشرف يبني بيت او ياخد حته ارض ويشونها ويبورها، يجيب عيسى الفلاح تاخد كام الف ونكتب باسمك انت عشان احنا حاليا يا عم عيسى يا عم عيسى دلوقتي في حاجه اسمها الازاله في المهد. وزاره الزراعه بالتعاون مع الداخليه والجهات التنفيذيه بيتم ازاله اي تعدي بالنسبه للزراعه في المهد. ولكن احنا بنقول على التعدي اللي حصل من 2011 ل 2017 لغايه دلوقتي ما طلعش قانون بالنسبه للاراضي الزراعيه، قانون تصالح على الاراضي الزراعيه. احنا عايزين قانون يصدر قانون للتصالح على الاراضي الزراعيه ويحدد مبلغ معين، مش تحدد لي على ارض املاك الدوله 70 80 جنيه او 200 جنيه وتسيب لي اللي بنى على الاراضي الزراعيه اللي بور. وتعالى تاني لا ده غرامه 300 و400 لان ده بور اراضي زراعيه يا عم عيسى. فانا النهارده بطالب الدوله بطالب السيد وزير الزراعه يكون في اجراء سريع، لان فعلا لو بدينا نلم الفلوس دي هيبقى في فلوس كتير جدا هتدخل للدوله. خبر يعني مفرح مليارات هتخش مليارات للدوله يتم استصلاح بها اراضي تتعطي للشباب. معانا اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. معك الحاج هلال محافظة سوهاج مركز البليانة قرية الساحل البحري. أهلا وسهلا بك يا حاج هلال. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. مشكلتي يا فندم إحنا عندنا أراضي زراعية على طريق زراعية قائمة يمكن من أيام الجدود، يعني كلها 150 سنة الطريق ده وبنزرع فيها الأرض. وفجأة في واحد جار لنا مدعي اسمه شيبي، شيبي محمد ربيعي، تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. قام سد الطريق وقامت مشاجرات بين العائلتين، وبعد كده يا فندم جات الحكومة وخدت الأطراف وطلعت الأطراف بالتعهدات، بحيث إن هو الشخص ده بيقول إن كنتم مالكمش في الطريق. الحكومة بدأت تقول إنه يعني لحد ما تيجي فرصة الحد المساحي. انا كنت هقول لحضرتك بالنسبه انا كنت هقول لحضرتك دلوقتي انت في نزاع ما بينك وبين جارك، والحاج عيسى اضرب الموضوع ده، يبقى بتطلعوا لحاجه اسمها المساحه اللي هي بتفصل ما بينك وبين جارك. وانا ان شاء الله هنتواصل مع حضرتك بعد البرنامج، لان الموضوع طبعا موضوع كبير، في خلاف ما بين جارين واكيد يبقى في مستندات. اطلب المساحه بالنسبة. المساحه هي اللي تقسم لك الاراضي. اطلب المساحه والمساحه هتحل لك الموضوع. شكرا يا فندم. نرجع لموضوعنا تاني يا عم عيسى اللي انا بتكلم فيه. مظبوط. موضوع اللي خلاص الوضع القائم على اراضي، انا بتكلم على ناس بنت. انا مطلب حاجه بس من وزاره الزراعه 2017. انا مطلب حاجه من وزاره الزراعه. في طبعا كميه كبيره من النخل البارح والمجدول علشان يكون عندنا يعني زي نظام ما نحتاجش نجيب الحاجات دي من بره. اكتفاء ذاتي. انت ما تجيب التمر وكده، اكتفاء ذاتي. على كل ترعه في 4 متر حرم الطريق، بدل ما تزرع صفصاف وتزرع صجر
ملوش لازمه اما يجيب افات على الزراعه على كل فدان 5 نخلات وهيسحب من اموات الطرعه. انت مش تعمل له حاجه. دي مبادره من عم عيسى. أيوه. علشان خاطر يكون في اكتفاء ذاتي للطمور. دي بقى يلزم بيها، تلزم بيها الجمعيه الزراعيه، وزاره الزراعه، وزاره الزراعه تلزم بيها الفلاحين زي ما حضرتك كده، يعني 5 نخلات لكل فدان. ايوه فوق راسه، بدل الغير. بدل الشجر اللي ما يجيب افات. انا معاك في زراعه الصفصاف والشجر اللي فيقص. أيوة. والاشجار اللي يجيب افات. احنا المفروض دي مبادره من وزاره الزراعه لكل الفلاحين. وهيدفعوا ثمنه وحتى في الشوارع مش ببلاش. يعني انت النهارده ازرع شجره قدام بيتك، بدل ما تزرعها شجره فيقص ازرعها شجره مثمره. هتقول لي طب ما الاولاد يا عم، حتى لو كل منها انت هيبقى ليك اجر، لو كل منها الناس وانت كلت منها انت استفدت والناس استفدت، وحتى يكون أجر في على ذلك. يعني رحمه للفلاح والدعم من السولار غالي عليه. طيب عشان وقت برنامجنا يا عم عيسى، انا برضو ليا يعني في نداء استغاثه من اهالي قرى شرق النيل، اللي انا بكرر تكرارا مرارا وتكرارا موضوع املاك الدوله والتسعيره اللي محطوطه لقرى شرق النيل. السيد رئيس الوزراء لما كان في زياره لمحافظه بني سويف، قبل المحافظ المستشار هاني بقى عبد الجابر ما يمشي، قال له اعاده النظر في تقنين اراضي املاك الدوله والاسعار الخرافيه اللي محطوطه. يا سياده المحافظ، انا بوجه ندائي لمحمد بيهاني، الدكتور محمد بيهاني محافظ بني سويف، يا فندم لا يعقل ان راجل فلاح عايش في بيته ليه 50 سنة والبيت ده مظبوط في املاك الدوله وبيدفع ايجار ليه 50 سنة، واجي النهارده اطلب منه في المتر 1000 جنيه وهو فلاح بسيط لا يملك، بيملك قوت يومه بيوم. احنا كتير صوتنا خلاص اتنبح والناس بتكلمنا والناس تقول انتوا مش يعني صوتنا ليه مش واصل، صوتنا ليه مش واصل للمسؤولين. فاحنا بنناشد انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه وبناشد السيد رئيس الوزراء، يا فندم مش معقوله مواطن بسيط بني بيت ليه 50 سنة و60 سنة وبيدفع لأملاك الدولة انتفاع، حق انتفاع من 50-60 سنة، ويجي النهاردة يفاجئ يبيع له البيت بالمتر يقول له المتر بألف جنيه، لا في مرافق، لا مترفق كويس، لا في صرف ولا في ولا في ما يبيع ويدفع وخلاص يبيع يعني البيت. يعني هو لو باع البيت يا دوبك هيدفع أملاك الدولة، يعني يبيع البيت هو وأولاده ويقعد يبيع البيت ويدفع يبيع البيت للاملاك بتاع الدولة. بسبب للاسف اداره املاك بني سويف متعمده مع اهالي قرى شرق النيل. فانا بوجه نداء للسيد المحافظ، كمان عندي ملحوظه مستشفى بني سويف التخصصي منتهى الاهمال لاستقبال لما انا ادخل بنفسي واشوف ما فيش مكان بيتعاطي فيه السرنجه من ورا ستاره، دي بقت مستشفى تخصصي. وللاسف انا بس اسمح مخرجنا بس بدقيقه، انا لما دي بقت مستشفى تخصصي وللاسف بقت بالطريقه دي مفيش مكان، ونتكلم تتكلم مع الدكتور النبطشي مش عارف تتكلم معاه. انا بناشد السيد الدكتور محمد هاني وهو طبيب بان يكون في زيارات مفاجاه لمستشفى بني سويف التخصصي اللي هي للاسف اتقلبت من عام لتخصصي. فانا طبعا للاسف وقتنا انتهى. معاك يا عم عيسى، انا سعدت بلقائي جدا. الله يبارك فيك، تحياتك معايا ومعدين البرنامج وكل الناس اللي في القناه بتاع الصحه والجمال، وطبعا بنشكر الاستاذ ناصر الشاهد اللي دايما كل الناس المحترمين ورا الكاميرات على راسنا من فوق. وطبعا يا عم عيسى بنشكر كل اداره قناه الصحه والجمال على طبعا التجهيزات وفريق اعداد دايما بيبقى مساند اي برنامج. وعاوزين الاعلام يكون مع الفلاح المصري شوي، الاعلام المصري يكون مع الفلاح، مش الراقصه الفلانيه قالت كذا، مش عارف مين ده جراه، ده مين عمله، ده مين جاب جون، والشتائم طبعا والكلام. طبعا لسه وقتنا خلص، خليكم مع الفلاح. والمخرج شغال عليها. انا طبعا بنعتذر، احنا دخلنا في وقت برنامج تاني. أعزائي المشاهدين، دايما برنامج أمس المواطن متواصل معاكم، بنطرح مشاكلكم على السادة المسؤولين لنصل وإياكم لحل في برنامج أمس المواطن. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.